السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، في تمرين جديد من تمارين الجذور المشتركة الخاصة بالكيمياء اللي هي المول وكمية المادة. إذا في هذا التمرين جبنا واحد التمرين يعني باش تستافدوا وتشوفوا القواعد. تذكروا جيدا أعزائي التلاميذ قبل ما نبدأ أي تمرين ديال كمية المادة القواعد التي رأيناها في جهاز الطروس. إذا كمية المادة تساوي الكتلة على الكتلة المولية، كمية المادة تساوي عدد الذرات أو عدد الجزيئات على حسب ما عندنا مقسوم على عدد أفوكادرو، كمية المادة تساوي كذلك الحجم على الحجم المولي. إذا هذه القواعد خصهم يكونوا بحال بين قوسين جدول الضرب اللي كانت في الابتدائي، يعني أنه لا باس ديال الكيمياء أن هذه القواعد يكونوا في المتناول وأنك تفرق بيناتهم. تمرين يوجد الكافيين، إذا الكافيين 6 × 10^4 أودو في القهوة والشاي والشوكولاتة، إذا وبعض المشروبات الغازية، ورغم دورها المنشط إلا أنها تشكل خطرا على صحة الإنسان. معروف أن الكافيين يعني كيشكل واحد الخطر، أنه كيسبب قلة النوم والإدمان عليه، مثلا كتقول ما شربتش اليوم أتاي ضربني راسي وغيره من ذلك. إذا تجاوز مقدار المستهلك منها 600 ميلي جرام في اليوم، يعني كان واحد الكمية مخصوص يفوتها في النهار هي 600 ميلي جرام، واحسب الكتلة المولية للكافيين. إذا خصنا نفرق بين كمية المادة والكتلة المولية. عندما نقول الكتلة المولية للكافيين فإننا نتحدث عن إم كبيرة، إذا وبالتالي هنا عندي الكتلة المولية لجزيئة، يعني الكتلة المولية ديال 6 × 10^4 O2، يعني كتلة مول واحد من هذه الجزيئة كاملة. وبالتالي هما عاطينا معطيات في الأسفل هنخدمو بهم. ملي كتكون عندي أنا جزيئة بهذا الشكل خصني نفرقها، بمعنى أنه كنفككها إلى ذرات. مثلا هنايا شحال عندي ديال الكربون؟ 8، كنقول 8 مضروب في الكتلة المولية للكربون، الكتلة المولية للكربون زائد شحال عندك هنا؟ 10 ديال الهيدروجين، كتقول 10 مضروب في الكتلة المولية للهيدروجين، نطلع هاد واحد الفوق. ثم الأزوت شحال؟ 4، كتقول زائد 4 الكتلة المولية ديال الأزوت. ثم الكتلة المولية شحال هنا؟ الأكسجين 2، كدير 2 مضروب في الكتلة المولية ديال الأكسجين فقط. يعني الامر بسيط، كنجي كنعوض كل قيمه بالمعطيات اللي عطاوني. اذا مثلا هنايا عطاوني الكتله الموليه ديال الكربون 12، اذا كندير 8 مضروب في هذه الكتله الموليه ديال الكربون، اذا في 12 زائد، اذا زائد الكتله الموليه ديال الهيدروجين 1، اذا 10 في 1. الكتله الموليه ديال الازوت عطاوني 14، اذا 4 في 14. ثم الكتلة المولية ديال الأكسجين 16، إذا كندير 2 في 16، وكنقوم بعملية حسابية بسيطة ديال الابتدائي تحتاج فقط إلى آلة حاسبة، ونجد 194. ما ننساوش طبعا الوحدة ديال الجرام على المول ديال الكتلة المولية. نفترض تلفت عليك الوحدة، استغل المعطيات اللي عندك. هذا كتشوف الكتلة المولية عطيك الجرام على المول، صافي. إذا راه كتقول حتى الكتلة المولية راه كتبقى الجرام على المول، يعني تعلم كيف تستفيد من التمارين اللي دايرة عليك في الفرض إذا تلفتي في شي وحدة ونسيتيها. إذن إذن هنايا أحسب كمية، ها حنا ملي كنسمعو كميات مادة يعني كنهضر على بوتيت إم، كمية مادة ديال الكافيين الموجودة في فنجان قهوة واحد به 80 ميليغرام من الكافيين. إذا هنايا إلا بغيت كمية المادة ديال الكافيين يعني أشنو خصني؟ خصني الكتلة ديال الكافيين مقسومة على الكتلة المولية. إذا كنلجأ هنايا لهاد القاعدة اللي عندي، بوتيت إم مقسوم على الكتلة المولية ديال الكافيين اللي هي حسبناها إلى غلطي في السؤال الأول كيمشي لك كل شيء. إذا هنا خاصك تنتبه. إذا كنعوضو، إذا عندي الكتلة 80 ميلي جرام، كنحولها لجرام، هي 80 × 10^3 أو هي 8 × 10^2 مقسومة على 194 غرام على المول. إذا انتبهوا أنه خاصك تحول هنايا من الميليغرام إلى الغرام. نجد نعم 4.12 × 10
أس ناقص 4 مول. إذا هذه هي كميات المادة. ننتقل إلى السؤال 2-2. أحسب عدد الجزيئات الموجودة في الفنجان، يعني شحال من جزيئة كاينه في هذاك الكوب ديال القهوه. طبعا كيفاش غنحسب هاد الجزيئات؟ واش غندخل داخل الفنجان نبدا نحسبها واحد جوج؟ طبعا لا، ولكن لدي القاعده التي تقول لي ان كميه الماده تساوي عدد ديال سواء كانت ديال الذرات ولا ديال الجزيئات باش ما خدمتي. اذا عدد سميتو مقسوم على عدد افوكادرو. اذا هاد كميه الماده مرتبطه طبعا بعدد، مثلا حسبتي كميه الماده هنا ديال الكافيين خاصو يكون عدد الكافيين، كميه الماده ديال الكربون عدد الكربون والى اخره. اذا هنايا مطلوب مني العدد ديال الكافيين، غنستغل هذا المعطى اللي عندي هنا. نعلم ان كميه الماده تساوي عدد ديال الكافيين مضروب مقسوم على عدد افوكادرو. ماذا نبحث نحن عن ان؟ اذا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، اذا ان في تساوي بتيت ان فوا ان ا. بتيت ان راه حسبناها، لاحظوا الاسئله مرتبطه في الكيمياء، هي 4.12 10 اس ناقص 4. ثم عدد افوكادرو هو 6 فاصله ماذا؟ فاصله 0.12 اس 23. ما نساوش هنا كاين على المول وهنايا المول، هاي تختزل طبعا حيت العدد ما عندوش الوحده. نجد بعمليه حسابيه بسيطه 2.48 10 اس 21، بمعنى ان هذا الكوب راه شوفوا انتم 2.48 وكمل الزيروات 19 زيرو ديال الجزيئات. باين بكون ان الجزيئات صغيره ترى بالعين المجرده، ستكون هناك ملايير الملايير التريليونات ديال الجزيئات في ذلك الكوب من القهوه طبعا ديال الكافيين الذي يعتبره الانسان مفيدا. وكان اللي كيسمع مفيد ولكن رغم الافاده من شيء، اي شيء مفيد الا كثرتي منه كيولي ضار. ما كاينش شي حاجه مفيده تكثر منها وكتبقى مفيده، سواء كان بروتينات ولا فيتامينات ولا اي حاجه من الاشياء معروفه في المواد الغذائيه. يعني مفيد بواحد القياس، ما تفوتش ذاك القياس. نعم، اذا هذا هو بالنسبه عدد ديال الجزيئات الموجوده في هذا الفنجان. اذا سؤال 2 بسيط، سؤال 3 2 بسيط جدا. اذا هذا 2-2، اذا هذا عفوا 2-2، لا يا 3-2. إذا سؤال بسيط، كم عدد فناجي القهوة التي يمكن أن يتناولها شخص رشيد دون أن يتعرض للتسمم؟ مادام أنا خدمت بهاد إن باش ما تخربقش ليا، نقدر نرمز لعدد الفناجي القهوة، مثلا نسميها إن بريم، غير باش ما يكونش الخلط، عدد فناجي نسميها غروند إن بريم، ولا نسميها شي حاجة، ولا ما نسميها كاع نكتب عدد فناجي القهوة مباشرة. إذا أنا غنعتبر أن عدد فناجي القهوة هو إن بريم تساوي، في هذه الحالة قالوا لنا هما أنه ما خصوش يفوت 600 ملغرام ديال الكافيين في النهار، والكوب فيه 80 ملغرام. إذا الأمر بسيط، كنقسم ديك 600 اللي ما خصوش يفوتها في النهار باش نعرف شحال الكوب خصو يشرب، مقسوم على، اذا في هذه الحاله، اذا هنايا في الجنة 600 ملغرام مقسومه على 80 ملغرام. اذا هنايا 600 مقسومه على 80 صفر 600 ملغرام، اذا 7.5. نعم، اذا 600 مقسومه على 80 اذا 7.5، 7.5 يعني 7 فناجين ما خصهمش يفوتهم في النهار، لا يجب. إذا 7 فناجين قلوا نصف ولا لا يجب، نتعامل بعدد صحيح طبيعي، لا يجب أن يتجاوز 7 فناجين في اليوم. وملي كنقولوا فنجان كنقولوا فنجان ماشي فنجان، واش مفهوم؟ إذا ماشي كوب من القهوة العملاق بحال كاس لافوكا. إذا يعني هنايا 7 فناجين صغيرة، لأن هاد القهوة شحال من واحد يتعرض للإدمان، كيقول لك أنا ما نقدرش نخدم التمارين، ما نقدرش نراجع الباك بلا قهوة، ما نقدرش إلى آخره. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد الفقرة ديال كم عدد الفناجين. ننتقل إلى النسبة المئوية، مهمة بزاف كتعطى في التمارين. إذا واخا هي ما كاينش فقرة الدروس، إذا هي يشير إليها في فقرة التمارين. نتذكر جيدا ان الكتله الموليه 194 غرام على المول، غادي نخدموا بها. اذا عقلوا عليها، نمسحوا السبوره هنا،
اييه، اذا لهنايا بغاو النسبه المئويه الكليه لمختلف العناصر. اذا نجيو نهضروا شويه على الكافيين. الكافيين اذا عفوا فيه 8 الكربون، 10 الهيدروجين، ان 4 او 2، بمعنى انه فيه الكربون، فيه الهيدروجين، فيه الازوت، فيه الاكسجين. اذا المطلوب منا هو نحددوا النسبه المئويه ديال كل واحد من هادو بالنسبه للجزيئه ككل. الامر بسيط جدا. اذا مثلا غادي نقول النسبه المئويه للكربون، للكربون في هذه الحاله هذه. اذا انا بغيت النسبه المئويه ديال الكربون بكل بساطه. هذه شحال عندي من الكربون هنا؟ 8. اذا اش غادي ندير؟ غادي ندير 8 ديال الكربون. اذا 8 الكتله الموليه ديال الكربون، لاحظوا، مقسوم على الكتله الموليه الكليه ديال الجزيئه اللي قلت لكم عقلوا عليها قبيله 194 غرام على المول. اذا هنايا 6 8 10 10 4 او 2. اذا علاش؟ باش نعرف البورسونتاج ديال الكربون من اصل كل شيء. هاد الشيء باين. مثلا نتايا عندك مثلا نفترض واحد الصندوق، ومثلا نتايا عندك مثلا 3 برتقالات مثلا و7 موزات مثلا، وبغيتي انت النسبه المئويه ديال البرتقال، راه غادي تشد 3 مقسوم على عدد الكلي، يعني 7 زائد 3 10 وكتحسب. ولكن في هذه الحاله طبعا حنا بغاو النسبه ديال اش ديال الكليه لمختلف العناصر انطلاقا من الكتله الموليه. طبعا سنلجأ الى الامر. اذا 8 حنا في الجزيئات كنتعاملوا بالمول، ما كنتعاملوش بالوحدات، قلنا هذا الشيء سابقا. اذا 8 الكتله الموليه ديال الكربون مقسومه على كل شيء. اذا غادي ندير 8، عندي 8 في 12 مقسوم على 194، 8 في 2 96، 12 8 في 12 يعني 96 مقسوم على 194، كنلقى 0.49 48. ويمكن ان نضرب في 100 لنقول 49.48%. ما ننساش انه يمكن ليا بكل بساطه في هذه الحاله ندير شي رمز لهذا النسبه المئويه، ندير مثلا النسبه المئويه ديال الكربون في هذه الحاله تساوي. اذا ننتقل الى النسبه المئويه ديال شكون؟ اللي موراه الهيدروجين. اذا ديال الهيدروجين، النسبه المئويه للهيدروجين، اذا النسبه المئويه للهيدروجين شحال من الهيدروجين عندي؟ اذا عندي 10. اذا الكتله الموليه ديالو 1. اذا ندير انا الصيغه الحرفيه، 8 في الكتله الموليه ديال الهيدروجين مقسوم على الكتله الموليه ديال الكل. اذا اشير فقط ان هذا النوع ديال التمارين ديال النسبه المئويه تعطى حتى في الدراسات الجامعيه بهذا الشكل فقط، يكون الاسئله بالفرنسيه، يعني هذا تعطى في واحد الموديل. ان كنت اتذكر في الاتوميستيك ولا اذا على ما اظن، هذا نفس الصيغه، يعني شيء بسيط جدا، فقط انه لا يذكر هذا في الدروس، خاص تذكر يعني المسائل الرياضيه. هنايا 8 في الكتله الموليه، اذا قلنا عفوا هنايا 10، 10 ديال الهيدروجين، عفوا 10 ديال الهيدروجين. اذا 10 في 1 مقسوم على 194، كنلقاو 0.0412 او بالاحرى 4.12%. ثم النسبه المئويه ديال الازوت، نعم اعزائي التلاميذ، للازوت 4. اذا هنا غادي نديرو الازوت، اذا غادي ندير 4 في الكتله الموليه ديال الازوت مقسوم اذا على الكتله الموليه الكليه كما العاده بدواليك، يعني 4 في 14 مقسوم على 194. راه هذا الشيء اللي غيطري الا غلطت في 194. اذا ما داكش خاصك تنتبه. اذا 56 على 194 ناجي 0.2887، اي تقريبا 28.87%. واخيرا النسبه المئويه للاكسجين، اذا النسبه المئويه للاكسجين اذا بنفس الطريقه طبعا
إذا شحال ديال الأكسجين عندي؟ جوج مضروب في الكتلة المولية ديال الأكسجين مقسوم على الكتلة المولية الكلية اللي هي 6 مليار 10 إن 4 أو 2 إتيكال جوج في 16 32. إذا جوج في 16 32 مقسومة على 194 نجد 0.16 صعودو 40 أي 16.49%. طبعا إذا جمعتي هاد النسب المئوية كلهم خاصك تلقى 100%، ولكن ما غاديش تلقى 100% غادي تلقى 99، نظرا لأن الأرقام اللي ما بعد الفاصلة لا نتممها، نأخذ فقط رقمين بعد الفاصلة في هذه الحالة. يعني لا تقول ما تقولش هيخرج لك خطأ إذا جمعتي هاد النسب المئوية وما لقيتيش 100% في الحالة اللي عندك هنايا. إذا نتمنى أنه يكون واضح هذا الشيء اللي شفتوا الآن. وصلت بفصيلة، تحييكم، دمتم أوفياء أعزائي التلاميذ، إلى اللقاء.